Okay, assalamu alaikum. The tutorial of orientation exam كان معقدني. The full tutorial بالنسبة لي examples لكن نوعا ما لأنه الزمن مشى سمستر ضغط فما في لها يضيع. لكن عموما بالنسبة للامتحان حاولوا أقرب السيوري خلاص انه يعني فور اكزامبل مثلا في كتاب الكمية بتاع ريفيو كويستشنز تلقونها مثلا في شابتر 4 في نهاية شابتر 4 حاجة اسمها ريفيو كويستشنز هي زي مدخل جيد لانك كيف تعمل ريفيو لروحك تشوف روحك هل انت قريت الليكشرز كويس ولا ولا لا الامتحان نوعا ما سهل الاكزامبلز اغلبها موجود في الكتاب يعني ممكن يكون فيه تغيير بسيط في الارقام او ما في لكن عموما انت حابب تركزوا على انك تعرف كيف تستخدم الاكويجنز تعرف كيف تم التكوين الريفيو كويستشنز فيها حاجات مثلا ممكن يكون عندها several answers for example advanced star vertical separator ممكن تكون A و B و D مثلا وهكذا عموما اي حاجة ما تكلمنا عنها يعني اي حاجة غريبة تحسها عنها في الريفيو كويستشن for example microfibers ما حتمر عليك السلاك كاتشر تكلمنا عنها في محاضرة السبريتر بالنسبة للمسائل ركزوا على الاكزامبلز بتاع التو فيس و الثري فيس بالفيلد بالفيلد يونتس يعني ما حديك حاجة تانية في الامتحان فيها اس اي هي كل القوانين حتكون موجودة عندك لكن كل القوانين اللي حتلاقيها هي قوانين بتاع الفيلد يونت الاكزامبل بتاع sizing vertical separator بالنسبة ل field units والمطلوب منك انك تفاين ال L و D الجزئية الأولى بتاعت ال Rho وال Z factor فهما من المفترض انه يتحسنوا من chapter 1 لكن اعتبرهم دائما انه هما given انه قيمة z بالنسبة لك دائما هتساوي 0.84 وقيمة viscosity تساوي 0.03 اعتبرهم انه given بعدها في الطريقة بتاعت الكالكوليشن انه نبدأ نحسب cd ومنها نمشي لقدام بانه احسب الترمينال فيلوسيتي وكل مره نجي نعمل ريبيت للكالكوليشن يعني فور اكزامبل حنبدا دائما بانه قيمه سي بي تساوي 0.34 ومنها نحسب رينولد نمبر او نحسب في تي اول رينولد نمبر نحسب سي بي ثاني نقارنهم مع بعض ناخذ قيمة سي دي الثانية على أساس إنها هي الجزئية الأولى وهكذا لحد ما نصل لـ acceptable range بالنسبة لـ سي دي. ستيب 2 إنه تكالكوليت الجاز كورس كونسترين لاحظ إنه بالنسبة لـ vertical separator الجاز كورس كونسترين هي إنه دي قيمتها بتكون دائما رغم الـ liquid capacity كونسترين على العكس بتكون مربوطة بـ الهايت اللي هي بتكون دي سكوير مضروبة في اتش و حط كومبينيشنز من قيمة دي و اتش ل various TRs وانهم في النهاية نحسب السين تو سين لينكس بعد السين تو سين لينكس نحسب سيلندر نسويشن عموما حد
ده شكل التابل. التابل ده تلقى الجزء الاول منه زي داخل محمد علينا الجزء الاول منه دائما يكون واضح. يعني اذا كان بالنسبه للديزاين 3 فيس 2 فيس الجزئيه بتاعت التي ار والدي تشتغل بها ده موقع لانها هي بتجيبها من الستاندرد. وكل المطلوب منك انك تحسب الاتش الاكس افكتيف السلندر ماس ريشيو واخر حاجه تختار الديزاين مع العلم انه البيرفكت سلندر ماس ريشيو هي بين الثري والفور بالنسبه للتو فيس التو فيس سبريك. يعني فور اكزامبل هنا الفاليد اوبشنز بالنسبه لنا هي 36 انش سلندر ماس ريشيو 3.2 و 30 انش هو سلندر ماس ريشيو 3.8 واخر حاجه اللي هو 30 انش برضه سلندر ماس ريشيو 3.2 والهايت هنا 18.5. طيب الـ SI units قلنا ما عندنا لها حاجة ما تقدروا أصلا، لكن هي كده كده ما فرق بينه وبين الـ Field units. بالنسبة لـ Horizontal Separator Field unit هنحسب CD بنفس الطريقة الفاتر ومنها بعد ذلك الـ Gas Capacity Constraint. لاحظ هنا أن الـ Gas Capacity Constraint هي D Lens Effective اللي هي تدينا رقم، والـ Liquid Capacity Constraint برضه هتكون D Square Lens Effective. يعني مرة بالتابل لما نعمله للـ Combinations هيكون فيه Lens Effective بالنسبة للـ Gas Lens Effective بالنسبة للـ Liquid. برضه التابل ده جاك في الامتحان يعني يجب أن الجزئية بتاعت الـ D موجودة كل العلاج أنه أنت تملأ حتى ما تشغلته كثير لأن الحمد لله الكتابة على الورقة. حاول إنه as much as possible الكتابة تكون واضحة لأنه ما عندك كمية بتاعت options. يعني عندك تيبل واحد بس أنت مفروض تملاه، حاول إنه دائما أملاه بـ best way ممكن. طيب برضه شوف الـ exercises، لكن نوعا ما هي ما فيها فرق بين من الـ examples، ما في تريك عموما. يعني كل الفهم إنه عندك بس a lot of numbers أو a lot of examples بالنسبة لـ numbers، لكن بس ركزوا على الـ examples وعرفت الـ examples enough بالنسبة لـ الامتحان. بالنسبة لـ 3 phase separator تلاحظ إنه مرة من المعطيات نوعا ما أكثر، اللي هو هيكون فيها fluoride بالنسبة لـ 3 streams، هيكون فيها بصير الجرافيتي بالنسبة لـ oil water gas وهكذا. بلس انه كذا بلس انه ممكن تكون قيمة سي دي معطى بالنسبة لها. مطلوب انك تحسب المينيموم دايمتر تسيتل ليكويد بروبليت والجاز فيس، والمينيموم دايمتر تسيتل الووتر بروبليت سوري الاويل فيس، والمينيموم دايمتر تسيتل الووتر الاويل بروبليت ثرو الووتر فيس. وبعد من هنا هنقوم نشيل اكبر واحده من الثلاثه دول على اساس انها هي الماكسيمم او على اساس انها هي المينيمم ريكوير. يعني هنا كان الماكسيمم كانت 83 فهي هتكون المينيمم انسايد دايمتر ريكوير بالنسبه لنا. بعد كده نيجي نحسب اتش او بلس اتش دبليو. نستخدم هنا تي ار وكيو لكل فيس من الاويل والواتر، ونيجي نملأ ما حيكون عند الـ D موجودة هي المعادلة الفوق، تجي تحسب HO plus HW ومنها تحسب الـ Length Effective ومنها تحسب الـ Slenderness Ratio. بالنسبة للـ Slenderness Ratio هي دي الكوينس بتاعتها بالنسبة لـ 36 وأكبر أو أصغر منها. في حالة الـ 3 فيس مطالب بأنك تعرف كيف تستخدم أو كيف تحسب الـ ABI من تحسب الـ SG من الـ ABI، بعد الـ HO Max ومنها تحسب الـ AW على A. كل القوانين دي هتلاقيها موجودة عندك بعد ده
قيمة AW على إيه؟ المفروض نحسب منها البيتا اللي هي البيتا دايما بنجيبه من الكيرف 5 2 كيرف ده هاتب نظرة دي زي في الامتحان وعندنا في الجيل ده تلقاه رائع عندنا في الامتحان هو انه تيوز قيمة الـ AW على AD لأنه تحسب منها قيمة البيتا. ده الكير 520 بشكله هتخش شكله هتخش بغيمة AW على A وانتظى تعب هنا عايز سبب تحسب بيتا اللي هي بتساوي HO على D طبعا تعمل ايه الكالكوليشن سبب تستخدم HO على فرص تحسب منها D max اللي هو قيمة HO max على بي. بالنسبة للدمينيشن بتاع الليكويد يكون البي في الانس افكتف اللي هبتيك ربا مباشرة منها تملى التيب بنفس الاسلوب الفرق. طيب اخر حاجة عندما الانس افكتف بالنسبة للانتراكشن بتاع التو ليكويدز اللي هو المعادلة بتاعتهم البي سكوير في الانس افكتف 1.4 SS plus effective منها تملأ التابل. آخر حاجة نحسب السلندر نس ريشيو مع انتبه انها قيمة دائما هي from 3 to 5 بالنسبة للهوريزونتال 3 فيس سبريتر ما from 3 to 4 as زي المعطى. عموما الاكزامبلز موجودة في صفحة 224 322 و 219 وهي في نهاية chapter 4 وفي نهاية chapter 5 كنا نركز على field units sizing 3 phase horizontal 2 3 phase vertical 2 phase 3 phase vertical هنا صفحة 252 بالنسبة ل horizontal separator 2 phase بالنسبة للامتحان هو نوعا ما فيه مجموعة بتاع الأسئلة for example مثلا ده يتذكر السؤال بتاع مكوير بتاع البروكسيما يشتغل دور أقول منك هنا تجاوب كثيوري بس عن مكوير بعد ذلك مثلا ده شكل بتاع سبريتا أقول منك عن ده الكيرمنت true or false ضع دائرة وآخر حاجة لشكل المعادلات المعطاء بالنسبة لي الامتحان تاني فيه فيلينز سبيسز برضو ضع دائرة وممكن ده سؤال بتاع سكتش نترسم مثلا سوريتا بتوضح فور كوبوننتس وده سؤال مثلا بتاع انديكيت بويل ووتر جاز ده سؤال هنا نوع ما فيه سيوري اللي هو مديك قيم بالنسبة لبويل ووتر ومديك ترمينال فلوسطي الغنون عام ترمينال فلوسطي مطلوب منك انك تحسب وبعد ده في سؤال بتاع أرجمنت سؤال نوع ما صعب لكن بس حاول أفهمه مطلوب منك إذا بعدين ده يفهم المحن ده امتحان قديم يعني ما شوف ده سؤال بتاع انه عندك أوبجيكت مطلوب منك تحبه واسمه برضو مثلا ده سؤال بتاع نصوص قصيرة عن مثلا دينس فايرس سكين هيلبس اللي هي دي فده كلها موجودة عندك في الشيت ده سؤال من المحاضرة الأولى تذكروها تكيرف بتاع
للتول برودكشن علاقته بالسيرفيس فاسيليتي ديزاين زي مثلا اكزامبل مع بتاعك معاه المسائل. عموما بالنسبه للامتحان الامتحان ما صعب لكن حاولوا بس كل المطلوب منك انك توضح لي انك قدرت تستفيد شنو من الكورس ده. حاول اكتب اكثر ما تقدر حاول ما تشغل كثير لانه الفرصه اللي عندك هي فرصه بسيطه بالنسبه للمساحه المتاحه لك مع يعني الامتحان كله فيه كله في الورقه مع الورقه بعد اهم شيء وريني انك عارف كيف تستخدم القوانين عارف المين والسكت بتاعك سويش فاسيليتي بعدها ان شاء الله ما نكون في زول رسم. بالنسبه لاعمال السنه ان شاء الله مع الامتحان هتلقوها جاهزه او قبل